بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم باشمهندسة هدى القصاص، أكاديمية الشروق. عايزين نعمل التجربة بتاعة الـ AC سوبر بوزيشن في السيركتس. يعني ايه سوبر بوزيشن؟ يعني أنا عندي كذا سورس في الدايرة، وأقدر أجيب الأوتبوت بتاع الدايرة اللي أنا عايز أقيسه، سواء فولت سواء كارنت، عن طريق إن أنا أعمل أكتيفيشن للسورس ودي اكتيفيشن للسورس التاني. طب انا عندي 2 فولتج سورسز هنا في الدايره بتاعتي، فلما بشيل الفولتج سورس بتاعي بحط مكانه شورت سيركت، او ممكن نقول ان السورس بتاعي بما انه فانكشن جنريتور، لانه اي سي سيجنال بيطلع اي سي سيجنال هنا، فنقدر نقول ان المقاومة الداخلية بتاعت الجهاز بتاعت الفانكشن جنريتور عبارة عن 50 اوم. يعني ممكن نشيل الشورت سيركت اللي احنا حطيناها ديت مكان السورس ونحط مكانها 50 اوم. لكن صح برضو ان انت تشيل السورس بتاعك وتحط شورت سيركت، مش هيفرق معاك قوي، لان ال50 اوم مش هتأثر لك في الفيز بتاعت الاوتبوت اللي انت هتقيسه. ممكن تأثر لك بس في الماجنتيود بتاعه، بس الفيز مش هيتأثر، فانت مش هيتأثر معاك الاوتبوت بتاعك لا كفريكوانسي ولا فيز ولا اي حاجة من ده. حلو. بعد ما تشيل السورس الاولاني وتحط مكانه الشورت سيركت، هتشوف الاوتبوت نتيجة وجود السورس الاولاني لوحده، وبعد كده هتلغي السورس الاولاني دوت وترجع السورس التاني وتشوف الاوتبوت الجديد بتاعك نتيجة وجود السورس التاني لوحده، وبعد كده هتشوف الشكل الاولاني والشكل التاني وتجمعهم على بعض بوينت باي بوينت. الشكل اللي هيطلع لك عبارة عن ايه؟ عبارة عن نفس الشكل اللي هيطلع لك في وجود التو سورسز في نفس الوقت، وده اللي احنا هنعمله عملي دلوقتي. عشان نعمل تجربة الـ AC سوبر بوزيشن، فاحنا عايزين السورس الاولاني، خلينا ناخده 1 كيلو هرتز كفريكوانسي، والسورس التاني هناخده 10 كيلو هرتز. مش هيفرق معاك قوي الترددات. طب لو انت اصلا دخلت نفس التردد هنا ونفس التردد هنا، الاوتبوت هيطلع نفس التردد برضو، بس الفكرة احنا عايزين نشوف الصعب، عايزين نشوف الاوتبوت نتيجة وجود تو سورسز بتو فريكوانسيز مختلفين. ماشي، فهنشوفها مع بعض. اول توصيلة ان انت هتاخد الانبوت بتاعك على كويل متوصل مع مقاومة متوصل مع كاباستور. هتلاحظ هنا ان الكويل والكاباستور والريزيستنس مشتركين في نقطة واحدة، فالنقطة ديت اهي على البريد بورد بقى اهي. دلوقتي البوزيتيف ده كله لاين واحد، النيجاتيف ده كله لاين واحد، وانا وصلت هنا النقطة دي بالنقطة دي عشان ايه؟ عشان اوصل الجزء ده بالجزء ده، لان هو كان اصلا البريد بورد قسمه 2. ماشي، فاللاين الواحد ده هيساعدني ان انا اوصل الثلاثه كومبوننتس دول ببعض بوينت واحده. فانا لو حطيت هنا الطرف بتاع الكويل اهو نقطه منه، ونقطه تانية او نفس النقطه حطيت عليها الطرف بتاع المقاومه، ونفس النقطة حطيت عليها الطرف بتاع الكباستور. انا عندي هنا الكباستور بتاعي 104 اللي هو 100 نانو فاراد، اهو ده كده نفس المنظر ده. حلو، عايزين بقى نقفل الكومبوننتس بتاعتنا. اول حاجة هنحط البوست بتاع السورس الاولاني بايه؟ بالطرف التاني بتاع الكويل. السورس الاولاني انا خدته من فانكشن جنريتور اهو 1 كيلو هرتز من الاوتبوت وماكسيمم امبليتيود، وادخله اهو البوزيتيف بتاعه على الايه؟ الطرف بتاع الكويل. والنيجاتيف بتاعه بتاع الطرف التاني بتاع المقاومة، هو الطرف التاني بتاع المقاومة. وبعد كده الكباستور
هيكون متوصل بايه؟ بالطرف التاني بتاع المقاومة برضو، يعني هيكونوا بارل مع بعض. يعني الكباستور اهو هيكون بارل مع المقاومة، يعني ممكن ادخل المقاومة في اي بوينت تانية. خليها مثلا هنا، ممكن انقل الكباستور بتاعي بحيث ان الرجل منهم تكون مشتركة مع البوينت بتاعت الكويل والريزيستنس، والبوينت التانية بتاعته تكون مع الرجل التانية بتاعت المقاومة. كده الكباستور بقى ايه؟ بقى بارل مع المقاومة. واقدر ان انا اشوف الاوتبوت بتاعي باستخدام الاوسيلوسكوب. الاوتبوت بتاعي هشوفه على ايه؟ هشوفه على المقاومة. تمام بدأ. يعني عايزين بقى نشوف الاوتبوت بتاعنا على الطرفين بتوع المقاومة. بما ان مدخل السورس بتاعي 1 كيلو هرتز ساينوسويدال، فالمفروض ان الاوتبوت بتاعي اعمل اوتو سيت اهو، بقفل ده كده هيطلع لي الاوتبوت ساينوسويدال والفريكوينسي بتاعها 1 كيلو هرتز. كده انا شفت الاوتبوت نتيجة السورس الاولاني. طب انا عايز اشوف نفس الاوتبوت نتيجة السورس التاني لوحده، يبقى هلغي السورس الاولاني واحط مكانه شورت سيركت. هلغيه بالمنظر ده ان انا اشيله خالص. وهحط السورس التاني واخده من فانكشن جنريتور تاني، ساينوسويدال ويف ترددها 10 كيلو هرتز اهو. هدخلها على ايه؟ على الكباستور صح؟ يبقى انا هشيل الكباستور ده واحطه بعيد عشان يسهل عليا التوصيل، بس راعي ان هو مشترك في نفس البوينت بتاعت الريزيستنس والكويل اهو. البوزيتيف بتاع الانبوت الجديد اهو، والنيجاتيف بتاعه على الريزيستنس. طب والكويل؟ الكويل هيكون بارل مع الريزيستنس. مع بعض التوصيله بتاعتنا اهي، ان الكويل والريزيستنس والكاباستور مشتركين في نقطه واحده، والانبوت بتاعي الاولاني دخلته على الكويل، والانبوت التاني دخلته على الكاباستور، وبعدين بشوف الاوتبوت على الريزيستنس. تمام. ازاي بشوف الاوتبوت؟ من على الاوسيلوسكوب. ازاي ادخل الانبوتس؟ من على الفانكشن جنريتور. فانا دلوقتي محتاج عشان اتحكم فيهم محتاج افتح ميجرمنتس لايف واجيب الفانكشن جنريتور والاوسيلوسكوب. لما اجيب الفانكشن جنريتور اختار ان تشانل 1 تشتغل وتشانل 2 تشتغل برضو هي كمان، والاثنين ساينوسويدال، واحده فيهم تكون 1 كيلو هرتز والثانيه 10 كيلو هرتز. الامبليتيود مش هيفرق معايا ماشي، واعمل له رن وكده يبقى الانبوت داخلي. بعد كده افتح الاوسيلوسكوب بتاعي. انا مش محتاج اشوف غير اوتبوت واحد بس، هفتح شانل 1 هي اوريدي معايا مفتوحه، اعمل رن. هي هيطلع لي الاوتبوت بالمنظر ده، عباره عن مجموع 2 ساينوسويدال ويفز، واحده 1 كيلو هرتز والتانية 10 كيلو هرتز. هيطلع لي بالمنظر ده كده.